أشرف مصلحي ممثل مصري من مواليد عام 1974، تخرج من معهد صنايع. كانت بدايته في السينما المصرية من خلال إشراكه بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة إخراج عاطف حتاتة عام 2001، ثم كان فيلم بونو بونو مع نادية الجندي كثاني عمل سينمائي يشارك فيه. بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام أسرار البنات وزواج بقرار جمهوري والجزيرة، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمي رانديفو، وكان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي تيتو وخالتي فرنسا.